صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مع قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ نعم، ما في تناقض يا أخي، يجمع بين الأمرين. المصيبة لها سببان: الأول أن الله قدرها، والثاني أنك أنت الله قدرها عليك بسبب فعلك، فلا تنافي بينهم. نعم.